السلام عليكم يقول الرئيس الأمريكي السابق والملياردير الشهير دونالد ترامب يرد إلى عقلك خمسين ألف فكرة يوميا لو أنك استثمرت فكرة واحدة ربما تتحول إلى مشروع عظيم أو ربما تتحول إلى مشروع رائع يغير من حياتك عشان هيك أنا بحكي لك أنه اليوم ما تهمل الأفكار اللي هي بتراودك أو تطرأ إلى ذهنك بشكل مفاجئ خصوصا الأوقات اللي بتكون غير مقصودة للتفكير ربما يعني ترد إلى ذهنك فكرة واحدة تغير مسار حياتك عشان هيك بحكي لك يعني دائما دون الافكار اللي بتاتيك على شكل يعني ممكن خاطره او على شكل يعني فكره معينه ما تهمل هذه الافكار ولا تلقي بها الى سله المحذوفات حاول انه انت اليوم تشتري دفتر او كشكول وتدون جميع الافكار اللي هي بتطرا على ذهنك من الان فصاعدا وما تنسى هذه الفكره لانه هذه ممكن تغير مسار حياتك 180 درجه بتمنى تكون هذه فكره الفيديو عجبتك ان شاء الله ولو عجبتك يعني ما تنسى الاشتراك في قناتي والاعجاب بهذا الفيديو وربنا يوفقكم باذن الله تعالى